مكان. صباح الخير عليكم أينما كنتم داخل وخارج السودان على امتداد بث قناة الشروق الفضائية. صباح شروق اليوم هنكون مع بعض، نتمنى نستمتع بكل ما عدينا وليكم من فقرات في هذه الحلقة الصباحية. تقبلوا تحيات كل الفريق العامل، نبدأ مشوارنا مع بعض بأغنية ونعود نتواصل. زيد لي لهب قلبي هب النار، زيد لي لهب ما بجري وراه والكبكب. مشيت تنى في القتلة بتعنى ما بجري، مشيت تنى في القتلة بتعنى ما بجري. نظرة يسحرنا، نظرة يسحرنا، نظرة يسحرنا، بالنظرة يسحرنا. ما بقول سلام مرحب ما بجري وراه قلبي هب النار. زيد لي قلبي هب النار، زيد لي ما بجري وراه. جماله حيرنا بريد وعذبنا ما بجري، حيرنا بريد عزفنا ما بجري. مالك نجننا، مالك نجننا، مالك نجننا، مالك نجننا. لا حنا لا قرب ما بجري ولا هون. قلبي هب النار زيد لي لهب، قلبي هب النار زيد لي لهب ما بجري ولا هون. قلبي هب النار زيد لي لهب، قلبي هب النار زيد لي لهب. صباح جميل لكل الناس في كل مكان. لمن التحق بنا الآن، صالة جيم هي أول فقرات هذه الحلقة الصباحية من صباح الشروق. نتابع مع بعض ونعود.
النماذج اللي اتعملت من شويه هي للعضله الرباعيه بالنسبه للارجل. بالنسبه للتمرين الاساسي هو في الارجل هو الخرفصاء السكوات. بعد ذاك تمرين الليج بريس برضه بيستهدف بصوره كبيره العضله الرباعيه. بعد ذاك تمرين الخطوه في منها نموذجين، احنا عملنا نموذج واحد اللي هي الخطوه الثابته، بعد ذاك في خطوه متحركه. فكل التمارين دي مستهدفه العضله الرباعيه الاماميه للارجل، وهي عضله مهمه جدا مسؤوله عن حمايه المفصل بتاع الركبه. بعد ذاك ان شاء الله الفقره الجايه حنتكلم عن العضله الثلاثيه الهامسترينج، حنتكلم عنها ونديكم نماذج اشاره بتاع التمارين دي. أينما كنتم لكم التحية في كل مكان، تحية الصحة والعافية للجميع. فقرة صحة وعافية وصحة المرأة الحامل أيضا هي من ضمن هذه الفقرات ومن ضمن فقرات هذه الحلقة الصباحية. نتابع ونعود. الحمل عموما بيمر عليه بثلاث مراحل بنقسمه كده، عندنا الثلاث شهور الاولى والثلاث شهور في النص والثلاث شهور الاخيره. كل فتره عندها متطلبات لازم المرأة تلتزم بها. من الحاجات اللي لازم تعملها لي المرأة في الثلاث شهور الاولى انها لازم تتغذى كويس، تهتم بتغذيتها وتتغذى بشنو، مثلا تستبدل الاكلات المغليه بالمشويات، تكسر من الخضروات من الفواكه، وبرضو مفترض تتريض بس الرياضات الخفيفة زي المشي. وفي حاجات لازم في الرياضة بالذات، أنا بوجه رسالتي للنساء الحوامل الرياضيات إنه مثلا عندك رياضة ضرب الكرة، الجامبينج، الجري، الرياضة العنيفة دي تبطلة، مش ممكن تتريض سباحة فقط أو مشي، الرياضة الخفيفة، وتهتم بتغذيتها زي ما قلنا وعلاجاتها، تأخذ الفترة الأولى الفوليك أسيد لأن الفوليك أسيد مادة أساسية في تكوين البيبي وبيعوض كثير وبيمنع كثير من المشاكل الخلقية في الفترة الأولى دي. برضو حاجة مهمة للحوامل السودانيات بنقول لهم ابتعدوا عن ارتفاع درجة الحرارة،
لأنه درجة الجسم 37، البيبي بيتخلق في درجة جسم ربنا سبحانه وتعالى خدتها كده، فإحنا لما نزيد درجة الحرارة برانا بالمية الدافية بالحياة السودانية اللي بنعملها نحن، فبنزيد نمو الجنين، تكاثر الخلايا، فالحاجة دي بتأثر يعني يمكن تؤدي لمشاكل خلقية أو يؤدي لي برضو ممكن يؤدي للإجهاض. وبرضو بقول للمرة في الفترة الأولى دي ما تشيلي تقيل، حاولي خففي في البيت حرارتك، ما تجيفي كتير وما تشيلي أوزان تقيلة، اشتغلي في بيتك لكن بس شغل على خفيف، حاولي أي حاجة تقيلة ممكن ترهقك ابتعدي عنها. فإننا الفترة في النص دي الفترة إحنا بنخاف منها من ارتفاع الضغط وارتفاع السكر، فالفترة دي لازم أن المرأة تكون عندها متابعة لثيقة مع الدكتور بتاعها. وأنا بنصح الحوامل إنهم يتابعوا مع الأطباء أو أتليست زول يكون عنده خبرة، أتليست يقدر يقيس لك ضغطك، يفحص لك السكر، يفحص عينة البول، يشوف الزلال، يشوف المشاكل دي. ففي كثير من العيانين الواحدة بتقول لك أنا متابعة ما أعرف متابعة وين، تجيك لا عاملة فحيص لا عاملة لا حتى عاملة موجات وتقول لك أنا كنت متابعة. فبليز الناس تهتموا بالحتة دي. الفترة الأخيرة من الحمل هي فترة بنصح فيه المرأة برضو بالمتابعة، وأهم حاجة في الفترة كلها الدم. أينما كنتم في كل مكان، فقرتنا الأساسية وفقرتنا الأولى. أنا سعيد ومحظوظ إنه أديرة وفخور جدا إنه أكون جزء من هذا النجاح، يعني ونجاح الزميلة والصديقة الإعلامية الكاتبة الصحفية ومقدمة البرامج المعروفة مشاعر عبد الكريم، واللي حايزة على جائزة الإعلاميين والإعلاميات وقادة الرأي العام. أنا سعيد جدا بإنه تكون معي في هذا الصباح، صباح الشروق، صباح الخير ومشاعر. صباح النور. كيف أحوالك؟ إن شاء الله كويس. الحمد لله. تمام التمام. أنا سعدت بالمزيكا بتاعت صباح الشروق. صباح النور عليك يا زهور. يا سلام. ودتني حتات بعيدة شديد. مدري طوالي وديني معك. وين مشيتي؟ مشيت للدويتو اللي كان بيني وبين علي. يعني بسلم عليه وبسلم على كل كاس الشروق القديم. بتمنى لهم انه الخير والسعاده وحين ما بيبوا وقت ما كانوا يعني. فتذكرت ايام عجيبه. بس احنا ما جينا نحن الجيل الثاني. ايوه انت الجيل الثاني. بالضبط، لكن هناك الجيل الاول طبعا. طبعا طبعا. دي ميزه الاعلام انه هو عامل زي الساقيه. صحيح. كل مره يعني الدولاب حقها البليف ده بيخطك في محل. بتحول بعد شويه نبقى زي اللعيبه بعد شويه. في حته. ان شاء الله بس نكون نافعين يعني. ده بيسري التجربه تخيل. طبعا. يعني من طبعاً. صحيح. ممكن يكون عنده علاقة بالجائزة؟ خلينا نتكلم عن الجائزة. طيب الجائزة دي أول حاجة أنا عايزة أقول للناس إنه الجائزة دي أنا بهديها بشكل مباشر خالص لروح سيدة فاطمة أحمد إبراهيم. هي كانت بالنسبة لي القدوة الأساسية، وهي كانت بالنسبة لي عارف فكرة إنك تشوف لك زول نجم بعيد كده يعني. تتمنى انه في يوم تعمل حاجه تشبه الحاجات اللي هو عملها. ايدول. ايوه بالضبط كده. نعم. واللي ارواح سيدات يعني تم عليهم عنف وماتوا بشكل مجهول يعني. نعم. الجائزه دي بشكل اساسي كده كانت عن الاعمال اللي تقدمت طوال مسيرتي. مسيرتي دي كيف معك؟ كويسه كويسه والله. اي حاسه انه زي 50 سنه كده. اها. فكرتك على مستوى التقديم التلفزيوني ولا الكتابة الصحفية؟ الاثنين. طيب. الاثنين. ومبسوطة جدا انه انا تعرفت في الجائزة دي يعني
كمحفل عربي كبير كده بالصحفية مشاعر عبد الكريم. نعم. أنا بحب صحفية أكتر بكثير لأنه ده المجال حقي ودي قرايتي وده اللي بعرفه يعني. نعم. أكتر من التقديم التلفزيوني اللي دخلته بعد. نعم. يعني الحاجات المعروفة بعد ما تم إيقافي وكده من الجرائد. نعم. الجائزة للأعمال اللي كنت حريصة إنه طوال مسيرتي دي إنه أهتم بقضايا النساء. نعم. بشكل أساسي إذا كان في الصحة في التمكين الاقتصادي السياسي غيره. فكانت عنده تحديدا يعني سبيسيفيكلي كده في عن العنف ضد المرأة تحديدا ولا عن نجاحاتها قضايا ولا المرأة عن بشكل عام بشكل عام. قضايا المرأة. نعم. ايوه اخترتي نماذج بعينها كنساء يعني لا نجاحات وتعرضوا لعنف او كده في مقالات لا ابدا. نعم. لا ابدا. طيب كيف تم التقديم للحاجة دي؟ ما عارفة بس هم اختطفوه والله شافوا هو اقتراح كان من شخص أخ عزيز. نعم. أفتكر هي جات رسالة لوزارة. نعم. وزارة التنمية الاجتماعية فما كانوا يعني ما كانوا عارفين يقدموا منه أو كده. فالشخص ده اقترح إنه باعتبار إنه أنا قاعد أكتب كثير وقاعد أتكلم في التلفزيون وكده. نعم. عن مواضيع المرأة دي تحديدا. أنا عندي قناعة يا محمد إنه التغيير ما سياسي. التغيير اجتماعي. صحيح. مجتمعي. صحيح. وإذا إحنا مكننا المرأة يعني النسوان في البيوت يعني حسي أي رجل بيمرق بيخلي له زي 5000 كده. بيجي بيلقى وليمة في بيته. صحيح. بيلقى أولاده ماكلين كويس شاربين بيته مرتب منظم. صحيح. حياته ماشية كويس. ده بالنساء وبصبر النساء يعني. نعم. فإذا إحنا مكننا النساء ديل اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا. نعم. هتقدر تمكن الدولة دي بس ببساطة شديدة. فده إيماني كان. اتقدمت ضمن أسماء ما كنت الاسم الوحيد من السودان بالمناسبة. طيب. وما عندي علم الأسماء الثانية منه. فالحمد لله أنا كنت المتقدمة في السودان الحمد لله. بقوله طبعا إذا عاوز تعرف تطور أمة شوف تطور نساء. نساء صحيح فيها. صحيح. نساء أنا حدث ولا حرج يا مشاهد خالص. ومع ذلك أنا دايما قاعد أقولها نعاين كده للحتة المليانة. نعم. مع ذلك يعني في قوة عجيبة يعني قبل يومين أو ثلاثة أيام كان في وقفة احتجاجية لبائعات الأطعمة والمشروبات أو ستات الشاي. كانوا بينادوا بحقهم في إنه ما تتشال عدتهم. نعم. بس الوقفة دي يعني لحكمة يعلمها الله جات متضامنة مع 16 يوم لمناهضة العنف ضد القائم على النوع. نعم. المرأة والفتيات يعني. فالقوة اللي وقفوا بيها وكانوا بيتكلموا وكانوا حريصات على حقوقهم. أفتكر دي بتوريك إنه رغم البؤس اللي إحنا عايشينه رغم الفقر الكبير اللي عايشينه لكن في قوة. النساء ديل لو لاحظتوا في البلدان اللي بتتعرض لحروب ونزاعات أهلية وكده المشاكل دائما وأول الضحايا هم الأساسيين هم النساء والأطفال. لكن مع ذلك البلدان قاعد تطلع بصبرهم ده وباحتمالهم وبحبهم للحياة. فترة طويلة جدا يا مشاهد ناس بتتكلم عن مناهضة العنف ضد المرأة ما الكلام ده ما السنة اللي فاتت ولا اللي قبلها. أيوة. لكن أحيانا تحس بأنه قدر ما يحصل الضخ في الموضوع ده قدر ما برضو إحنا متراجعين لورا في نفس حقوق المرأة في علاقة عكسية كده ولا ما فاهم الحاصل شنو. طبعا أنا حقول كلام حيزعل مني ناس كثيرين جدا جدا جايبينك مخصوص من طيب شوف أنا ليت زي ثلاثة أيام بتتقدم لي دعوات في المركز هنا. نعم. دايرين تتكلم عن العنف القائم عنه ياهو طبعا اي لا يعني مناطق حتات مختلفه. أيوة. مراكز مختلفه. طيب. كله هنا داخل الخرطوم. نعم. لو طلعت بس برا الخرطوم دي بشويه كده حتشوف قدر شنو بيتعرض للعنف ده. قويات وقادرات. نعم. وما دايرين اي 16 يوم هم كل يوم بيتعرضوا للعنف وكل يوم بيناهضوا. نعم. الشهر قبل الفات انا كنت في كادوغلي بنات صغيرات صغيرات دي بمعنى انهم هم طفلات اقل من 18 سنة بيتكلموا لك عن الاغتصاب. لما انت تحس ان انت انفعلت وكده هم بيستغربوا ويقول لك انا ما حية لسه لكن بقى جزء من العادي. فاذا لا مبدأ انه الحياة بل بالنسبة لها الاهم هي حية ما ماتت. هي اذا حتناضر وحاجيب حقي وكده ولو حملت انا جناي ده ما بخلي حقه تخش محكمه
فبتحس انه احنا طيب ده شنو احنا قاعدين نعمل فيه ده؟ ورش وقصص وكلام عشان بس المانحين يقولوا اي الناس دي شغالين، المراكز دي شغاله، المنظمات دي شغاله، لكن فعليا على ارض الواقع ان احنا ما شغالين. ده كلام مهم والله. على ارض الواقع النساء في جهه والفتيات في جهه، وما تقوم به المنظمات في جهه ثانيه خالص، كله في اضابر المكاتب، وده ما بين في انه في جهات شغاله. نعم. بالتاكيد يعني مش هو التعميم ذاك حق انه كلهم ما شغالين. نعم. لا في ناس شغالين، لكن الاغلبيه قاعده هنا في المركز. يعني كيف ورشه لمناهضه العنف القائم على النوع تكون في واحد من الفنادق الضخمه يعني؟ نعم، وقاعد يحصل يومي، وصحن الـ 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 الوجبه بتاعتهم ديك ممكن تاكل 3 بيوت، والناس اللي انت بتتكلم باسمهم قاعدين هناك في معسكر. ايوه، في في زالينجي يعني، وفي الجنينه وفي غيره وفي غيره. فدي من الحاجات اللي انا بحس انه حاجات كوميديا سوداء كده يعني. نعم. الاعلام مقصر في رايك؟ ما في اصلا. ما في. نعم. على كل المستويات، اذاعي، تلفزيوني، مكتوب، مقروء، كل ما في. ما في. في برنامج للمراه شفته؟ بتخصص ما في. في لكن في برامج بتاعت ميك اب بتاعت تجميل. صحيح. اللي هو ما مش انه هو ما مهم، هو مهم. نعم. احس يعني احنا عاملينه عشان نقعد هنا ونواجه الكاميرات وكده. نعم. لكن هل كل قضايا النساء كيف تبدو جميله؟ وكيف تقدر تعمل ما بعرف شنو وتحارب الشيخوخه والكلام ده؟ نعم. في نسوان دايرين يحاربوا الفقر ده يعني. نعم. يحاربوا يحاربوا الحياه دي ذاتها، في انه اولادهم يمرقوا سليمين ويقدروا يقروا يعني، يعيشوا كريمات هي ذات يعني. بشوف كثير جدا من ستات الشاي بتكون الوحده قاعده بتديك الطلب بتخطه ليك وبتكون شايله جناح في طرفها. صحيح. اولادها بجوا من المدرسه بجوا في المحل اللي هي شغاله فيه، بتخليهم يكتبوا في قفاه في ظهرها، يكتبوا واجباتهم وكده. دي الأولوية. احنا للاسف الشديد ما عندنا اعلام فيه قوي. ما في اعلام للاطفال، ما في اعلام. نعم. للمراه. ما في اعلام لذوي الاعاقه. ما في. زمان يعني دي حاجه مضحكه شديد، وده قاعده اقولها دائما للشباب الداخلين جديد في الاعلام، امشي شوفوا تلفزيون السودان زمان كان عامل كيف. نعم. كان في صور شعبيه، كان في الحقل والعلم. نعم. كان في برامج فئويه. صحيح. اي زول بيفتح الصلاه الطيبه، الصلاه الطيبه. نعم. كان في اي زول بيلقى حاجته في التلفزيون. نعم. وكان تلفزيون واحد طبعا. صحيح. حسي مع تعدد القنوات كلنا بنتشابه. كلنا بنعمل برنامج نسخه من اغاني، واغاني رحمه الله عليه الاستاذ الكبير السرير. نعم. كلنا بنعمل برامج الصباح متشابهه، كلنا بنعمل برامج المساء متشابهه، كلها. لانه كسلانين بس يا محمد. نعم. بس كسلانين. غريب، المواهب موجوده يعني، والناس اللي بيفكروا موجودين، والموضوعات موجوده، والموضوعات على قفا من يشيل يعني. بالضبط. وفي الخرطوم دي يعني. نعم. ولا تطلع برا. صحيح. فما بالك لما تطلع برا. برا ده عالم ثاني. المسكوت عنه كثير فيما يخص المراه والعنف ضد المراه. طبعا. طيب، واحدة من الموضوعات اللي أنا يعني دائماً بقول إنه أن إحنا تعلمنا من ناس كثيرين رحمة الله عليه وحجوب شريف، واحدة من الحاجات الختانة في الدرب فيها قضايا الصحة النسائية. موضوع زي الناسور البولي، تستغرب إنه في يوم من الأيام الأمن منع إنه أكتب عن الناسور. أنا فيه كثير بالمناسبة. أيوة، عن الناسور البولي يعني. ما تكتبي عنه. ليه؟ لأنه بيدخلك في إشكالات بتاعت فساد بتاعت وزارة الصحة. بعد شوية الإرادة السياسية للدولة، تفاصيل زي دي. فخلاص ما تعمله. كويس. في نساء بيموتوا، في نساء بتعرضوا للوصمة بسبب الناسور البولي. صحيح. في مناطق كثيرة جدا في السودان بيودوهم قطاطي كده بعيدة. لحد ما يموتوا. لحد ما يموتوا. خلاص ثاني ما في زول بيجيهم، بيودوا لهم الأكل كده، بواقي الأكل من الحلة يودوا لهم، لكن ديلك النسوان ديلك ما دايرين معاهم. طوالي بتحسي بأن الحلول اللي قاعد تقدم لكل المشاكل اللي بتقولي فيها حلول فوقية، يعني حلول رزق اليوم باليوم ديك يعني. يس، بالضبط كده. ما في حل استراتيجي تحس بأنه بعد 10 سنين مفروض وضع المرأة يكون. هو نحن في السودان أصلا عايشين رزق اليوم باليوم، في السياسة بالاقتصاد في كله. طبعا. ما في استراتيجية. احنا ما دولة يا محمد. احنا حكومات تجي وحكومات تغور. بس. نعم. لكن دولة دولة تكون موجودة مثلا وفيها دستور شغال بغض النظر عن من يحكم. نعم. من الموجود في الحكم، الطبيعي انه في دوله عندها دستور، عندها قوانين اللي ما بتزاح ولا بتزال ولا اي شيء. بيجي الحاكم ده بيقضي فترته بتاعت الحكم ويمشي. صحيح. ببساطه شديده. لا، احنا اول ما يجي الحكومه الجديده بتشيل ذاك، ازاله اثار الحكم السابق، نبدا نصفر العداد ونبدا. نعم. من اول. نبدا من اول، عشان كده لحد حسي ما عندنا دستور، عندنا فراغ دستوري، الجمله الظريفه دي. صحيح. صحيح. فراغ دستوري وكده، لكن بالاساس احنا ما دوله للاسف الشديد يعني. زمان كان عندي راي كده، قام بقول لي هنا
اخوانا ادوا البلد دي سنتين تقود امراه سنتين بس. يا سلام. انا متاكد الموضوع هيختلف طبعا. اول شيء الحروب حتجيف عارفه, بعدين بيكون في تدبير منزلي, بيبقى تدبير دولي صحيح, بتوفر القروش صحيح, يعني ما أقول ليه لا الكلام ده صحيح تقوله يعني صحيح. وفي حاجة إحنا مخلوقين بها من ربنا سبحانه وتعالى, ودي دايما قاعد أقول لصحباتي يعني إنه لما نتغلط في إنه الرجال ما بيفهمونا والرجال, يا جماعة إحنا تصميمنا عامل كده صحيح, يعني ده التصميم المارجين به من الله يعني كويس, إحنا دقيقات في التفاصيل جدا. فبالتالي لما السيدة تمسك حسي شوفها في إدارات المدارس, إدارة المدرسة لما تكون امرأة عكس لما يكون رجل, مختلف خالص بالمناسبة. بتشوفه في الحوش, بتجي تقوم تقول لك رمى الورق هناك دي من الرجل ما بشوفه, يبقى بيته مش صحيح. لأنه هو سبهلة لي, لأنه ما بشوفه طبيعته كده ما بشوفه يعني فعليا هو ما شايفه, هي بتشوفه بكل دقة. أن إحنا لما يجي المرتب بنخط الأولويات ياتا, الأولوية شنو؟ ندفع قروش المدارس, ندفع الكهرباء, نجيب التموين بتاع الشهر كده, ولا أولوية إنك أنت مثلا تدفع الإيجار وتخلي التفاصيل دي الأولويات دي صحيح. الحكومات دايما اللي بيقودوها رجال ما بتفكروا بالأولويات على الإطلاق, نعم الحروب بيفكروا في الصورة العامة صحيح, يعني الشكل العام. عشان كده لو ملاحظ حسي يعني الرجال المهم البيت يكون الإيجار مدفوع, إيجار فيه مدفوع, ما في زول يدق على الباب, الكهرباء فيه كده, لكن جوا التفاصيل اللي بتقيم البيت دي ذاتها ما مهمه بالنسبه له, يقول لك ممكن ناكل اي شيء, المرأة ما بتفكر كده. شنو باعتبار الجائزه هي تخص المرأة او كده يعني, شنو مطلوب نركز عليه فيه يخص المرأة؟ قضايا النساء بس, قضايا النساء. انا اتمنى حقيقي يا يعني اكثر حاجه مفترض نضغط عليها شنو في شغلنا ده؟ إفراد برامج للمرأة, خليه يجوا يحكوا. يعني أنا مبسوطة جدا ببرنامج عملته, كان الكلام المذكور فيه إنه الناس ممكن يكونوا سامعينكم, الناس أنتوا أنا سامعاكم, خلي الناس تكون تسمعكم. أنا إحنا ما قاعدين نسمع بعض, دي طبيعة الشخصية السودانية ما بنسمع بعض, فما بالك بالنساء؟ ما في زول بيسمعوا على الإطلاق, ولا في زول منتبه لتفاصيل صغيرة شديد قاعد تحصل بشكل يومي وبسيط جدا جدا. يعني لما تجي تشوف لك بوست في فيسبوك بيهين أجساد النساء العاملات مثلا في الصحافة أو في الإعلام أو كده من ناس مستنيرين, تفتكر ده إحنا ما دايرين لنا سنين للتوعية إنه أنت انتقدها فيما تقدم لكن ما تنتقدها في جسدها ده ما صنعته هي, لكن ما تقدم صنعته هي ببساطة شديدة يعني. وللأسف الشديد ده حتى بيتم مننا يعني إحنا برضو من النساء, وللأسف الشديد خطاب الكراهية اللي بيتم للنوع بقى عالي جدا جدا صحيح. عالي يعني, وشايفه انت في السوشيال ميديا وكده. فالاعلام محتاج انه يركز على ده, محتاج. احنا بلد انهكت الحروب يعني صحيح, وبلد فقيره وتعبانه ومنتهيه يعني ممكن. فمحتاجين بس انه في الاعلام نعلي بس رايه خطاب المحبه والسلام بس. ممكن يكون يا مشاير سؤال جريء وخارج النص, اذا اتاحت فرص النساء متكافئه يا سلام, ممكن يشكل خطر على الذكوره شويه؟ هو ليه يعني احنا لازم نكون في قتال كده؟ في مقوله للاسف ده الحقيقه يعني للاسف ابدا والله للاستاذ محمود محمد طه رحمه الله عليه, انه الرجل ما عدو المراه ولا المراه عدو الرجل, عدوهما الجهل. كل ما بيجي زول جاهل اذا كان امراه او رجل بيكون عدو نفسه يعني. فنحن لانه جاهلين بالحقوق وجاهلين بالواجبات حقتنا, فعشان كده احنا في عداء كده مستمر. ودائما البرامج اللي بتجي تتناول قضايا المراه وما بعرف شنو, الرجل سوى وفعل, يا جماعه الراجل ده ما ابوي يعني, مش ما انا بحب ابوي وبحب اخوي وبحب ولدي كده يعني, وبحترم زملائي الزملاء اللي معي في الشغل, وبحترم الزول اللي بيفسح لي مجال لما يلقاني انا الواقفه براي في شباك تذاكر ولا شباك خدمه, ما يقوم يقول لهم خلوها تمشي, ده مقبول بالنسبه لي. نعم. ما سيء. فليه احنا نتحول لاعداء لبعض؟ شنو يعني بنستفيد شنو؟ ولا حاجه, بس لانه ممكن تسحب البساط ببساطه يعني. ما انت قلت جمله في بدايه السؤال ده يعني هي حقيقه, هي الجوهر. نعم. الفرص المتكافئه بالضبط ببساطه شديده. انا مؤمنه تماما انه ما في حاجه اسمها
كوتا سياسية 30% ولا 40% ولا 50%. انت ليه تديني؟ ليه تمنحني؟ انت منو اصلا عشان تمنحني؟ انا بمقدراتي. دي للاسف الشديد وللاسف حتى ناشطات عريقات جدا في النضال هم بينادوا بالقصة دي. يا اخي انت ما بتمنحني، انا باخدها باقتدارا بمقدراتي بدراساتي. يعني لما تيجي تشوف بنت عمرها ما تم 30 سنة عاملة دكتورة في حاجة ما موجودة أصلا في السودان، طيب دي أولى إنها تجي تكون رئيسة ولا مديرة في مكان ما، ولا أولى الزول الجاي بس عشان حزبه داخل في محاصصة؟ ببساطة شديدة يعني. فالحاجات دي إحنا لو عملناها بس جملتك العظيمة دي، الفرص المتكافئة دي بس، مجموعة، أنا برضو ما حوقع الناس في خطر التعميم، لكن مجموعة من المنظمات الميليشية في ميليشيات المنو أنا مرات أحس بأنه على حد ما يقال بأنه هي سبب الإشكال الأساسي، لأنها هي من بدت بالاستعداء للرجل طبعاً. إنه ما سبب برضو ما حيزعي من ناس كتار جداً ومني أنا تحديداً، لكن بيقال إنه ما السبب الأساسي في إنه ينتصب العداء بهذا الشكل يعني. أو أنا رأيت راسا مصنف أنا ما عندي مشكلة، أنت بطريقتك بالضبط. مرة في لقاء في التلفزيون، وحكمة الله كان في الشروق، ووقتها ما كنت مذيعة ولا كنت بقدم، كنت ضيفة. فجيت قلت الكلام ده، أنا ما بقدر أناصب الرجل العداء. أنا بحب أبوي جدا وبفتكر إنه عنده فضل علي، في يعني رحمة الله عليه، هو توفى له سنين لكن حتى الآن هو عنده فضل علي يعني. فأبوي ده ما رجل، مش لما صحيح. أقول أنا أكره الرجل والرجل بيفعل ما ده أبوي يعني، وأخوك وزوجك وولدي وكده. فالفكرة دي أنا شايفها يعني معليش للكلمة لكن غبية جدا، غبية بمعنى الكلمة يعني. ما هو التكامل ده بين الرجل والمرأة بيصنع الإنسان، بيصنع الزول الفرد اللي هيجي يواصل في المجتمع. ما في زول بيجي في براو يعني، ما في مرأة بتجي في براه ولا في رجل بيجي في براو. الناس لو فهمت بس التوليفة دي تخيل لي العداء. أي في حاجات عندها علاقة بالشخصية السودانية، عندها علاقة بالتربية السودانية، التربية الأيوة اللي بتشوفها حتى في الإعلانات للأسف لشركات كبيرة بهناك بتجد تعمل الرسالة بتاعت النسوية وإنه أنا إحنا مناصرين للنساء وكده، لكن لما تجد تشوف الإعلان بتاع حاجة بتاع الطبخ ولا كده بيجيبوا النساء، في حين إنه أشهر الشيف في العالم رجال. صحيح. يعني مرات الحاجات دي أنا بتضحكني جدا جدا. انه طيب انت يا مؤسسه يا كبيره شايفه انه المطبخ ده صنيعه النساء، وحسي بنشوف في كاس العالم وكده يقوم يقول لك انتوا مالكم مال الكوره امشوا المطبخ. المطبخ ده انتوا بتلفوا بتجيوا ثاني بعد الكوره يعني، ما هتفوت وين يعني، يلا المطبخ ماله، المطبخ ما ماسك بموش. ولا انك انت تهني بانه انت مره سايد دي سبه. الناس لو وصلت للمرحله دي، انا زمان كنت بقول انه انا ذاتي ما قدرت اتساوى مع الرجل، انا احسن منه بكثير، احسن منه بكثير، انا مشاركه في الخلق، البوديني انزل للراجل شنو. فخلونا شويه كده نفهم صفاتنا. زي ما قلت ما بقدر احسن من زول يعني، اي زول عنده دور، اي زول عنده دور، ادوار، اي ادوار بالضبط كده نعملها باحترامنا لبعض وبمحبتنا لبعض. الناس دي بالمحبه بتعبر من حاجات كثيره شديد. زي ما قلت انت قبل شويه اعظم الشيفس هم رجال. ايوه. هنا بتلاقي اعظم الميك اب ارتست هم رجال بالمناسبه برضو. ايوه بالضبط يعني. أيوة. اكثر من النساء يعني، انا متاكد في نساء ما بيشغلوا الا في ميك اب راجل. صح صحيح، لانه صحيح. انا شايف وزمان كان بالمناسبه في السودان ده قبل الحقبه جات واسلمت المجتمع السوداني وكده كانه ما كان مسلم. كان في كوفيرات رجال. نعم. اللي هم المصففين، مصففي الشعر. بالضبط. فكانوا بالحجيز وكذا يعني، وماتنا بيحكوا لنا انه مثلا في نمره 3 كان في زول مشهور اسمه فلان الفلاني. نعم. في العمارات كان في زول مشهور كذا، ما كانوا نساء. ليه؟ لانه كان المجتمع المجتمع السوداني بيحافظ على النساء داخل البيوت. نعم. انه ما يطلعوا يشتغلوا. فكان الشغل ده حق الرجال. لحد كبير. مصففين الشعر ما كان عيبه، ما كان كانت عيبة. العيش على الاطلاق، على الاطلاق ما كانت عيبه، ولا افتكر انه لحد حسين ممكن تكون عيب. ما في مهنه عيب. العيب اللي بتسويه انت. صحيح. ببساطه شديده، لكن ما في مهنه عيب. الجائزه شو وقعه بالنسبه لك؟ انا فرحتها يعني. انا فرحتها من حقك طبعا، وبامانه يا محمد واقول لك بكل صدق يعني، عشان الناس ما تحس انه ده كلام بتاع تلفزيونات وكده، انا حسيت انه انتصرتها. فترات كثيره جدا تعرضت لظلم، كنت بحس انه ليه يعني، انا ما قاعد اعمل حاجه كعبه، ما قاعد اعمل حاجه غلط. فليه يعني ظلم 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 مستمر كده يعني.
وابعاد من الاماكن وابعاد من يعني فتره من الفترات 2019 انا شلت من الجرايد يعني حتى وقفه من الصحفيين ما حسيت بها كانت قويه. الكلام ده ما حكيت ايوه يعني. فحسيت بظلم كده يعني ليه انا ما الزملاء ديل لما يتعرضوا لحاجه بقول وبتكلم وكده. جيت توقفت من شغلي ما في زول علق وما في زول قال. صحيح المحبه اللي لقيتها من الناس اصحابي ما كانت هينه على الاطلاق وهم ساندين ظهري في طوال السنين دي. فالجائزه دي زي جات عملت لي الطبطبه ذيك يعني. في وقتها جات بالمناسبه صحيح؟ بالضبط كده انه يعني ربنا قال انك باعيننا بس ببساطه يعني. الجائزه الاستلام 200 حتكون وين؟ حيكون ان شاء الله السنه الجايه باذن الله. عشان نحتفل بيك برضه ويتقال شنو؟ السنه الجايه انا ما اعرفها صراحه. بعد شهر واحد يعني. ان شاء الله. ما اعرف المكان حيكون وين وهم قالوا لنا حيتحدد لكم لاحقا، كانت المفروض تكون في شهر 12 لكن عشان فعاليات كاس العالم واغلب الناس حتكون مهتمه بكاس العالم هم برضه عايزين يعملوا حشد للقصه دي. المنظمه عايزه تعمل يعني حاجه كبيره. فحتكون بدايه السنه باذن الله تعالى. عندك فكره الجائزه شنو؟ لا الدرع. أنا طبعا حصلت على الجائزة طبعا يعني أنا خلاص يعني. حصلت على الجائزة وبصراحة يعني لما تضرب لي شخصية زي أسماء محمود محمد طه تقول لي رفعت راسنا يا سلام. أنا أفتكر أنه حصلت على الجائزة لما زول زي الكتبي قام في مجال الإعلام يعمل رسالة ويشكرني فيها أنا حصلت على الجائزة. لما أشوف محبة أصحابي وصحباتي واحتفاؤهم الكبير بالجائزة دي أنا حصلت على الجائزة. فأيا كانت هي بعد ذاك شنو خلاص يعني هتكوني نموذج للنساء كتار إن شاء الله. إن شاء الله في العمل الصحفي على الأقل يعني والعمل بخص النساء وما إلى ذلك يعني إن شاء الله والله. الجائزة دي كانت في هذا الموضوع يعني صحيح فحتكون أيقونة للنساء إن شاء الله والله جدول. أنا بفرح جدا يا محمد لما ألاقي بنات صغيرات يعني أحسي قبل كم يومين في الشارقة لقيت بنات من جامعة الخرطوم وبيدرسوا حاجة ما عندها علاقة بالصحافة فقاموا قال لي يا إحنا بنحبك وشنو كده وأنت قدوة لينا. الكلمة دي كبيرة شديد كبيرة ومسؤولية بالمناسبة خالص صحيح. فقمت قلت يا جماعة ما تخربوا طبيعي أنا ما زول جادة يعني شديد فتقول لي قدوة دي تحتحملني حاجة أنا ما بقدر عليها ما بقدر عليها فزي ما قلت إنه فعلا حتحمل الزول مسؤولية كبيرة جدا وخليه أقول حاجة للبنات الداخلين في مجال الإعلام ده جداد وشايفين إنه هو فيه بريق عالي وفيه مش شهرة أتكلم بوضوح شهرة وكذا الحاجة دي عندها ثمنها طبعا ضرورة يعني هي بتحصل على الشهرة وبتحصل على العريس المروق وبتحصل على العربية وبتحصل على حاجات كثيرة لكن بتتخطي في الضوء صحيح إذا 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 ما عملت الحاجات دي بشكل سليم وشكل صحيح تتحرق سريع زي أسماء كثيرة كانت صحيح. موجودة وعالية جدا جدا صحيح. لكن اختفت ما في بعد لأنه ما عملنا خلينا نعمل حاجة للبلد دي. شايف السودان كيف بعد 5 سنين؟ أنا متفائلة تفاؤل أنا محيرني كويس أنا محيرني ليه؟ لأنه بشوف الجسارة حقت الأولاد الشباب ديل زول يكون عمره 17 سنة جايب القوة دي من وين؟ جايب صحيح. الشجاعة دي من وين؟ جايب الأمل ده من وين يعني؟ صحيح. طيب هو عنده أمل ليه بيحمين إحنا نكون عندنا أمل شنو؟ فأنا شايفة إنه السودان إن شاء الله بإذن الله بعد 5 سنين يمكن على الأقل يقدر يمسح الصورة النمطية عن إنه البلد بتاعت الحروب. يعني لما نزول من برا يقوم يقول لك أنتوا إحنا ما قايلين إنكم عاملين كذا، إحنا ما قايلين إنكم الحاجة دي حارة شديد صحيح حارة جدا في إجحاف حقيقة يعني فأتمنى إنه نحن عملنا في الإعلام ده نوصل صورة جيدة للسودان يعني. شايف المرأة بعد 10 سنين كيف؟ ما 5 سنين 10 سنين؟ نقول 5 سنين نقول خلاص أوضاعنا استقرت عليك. شفت في برنامج مسائر ده استضفت بنات أنا ما حنسام خالص تكلموا عن الصحة الإنجابية في دكتورة يعني أنا آسفة هي ما تزعل مني قليلونة جدا جدا كانت بتتكلم بحماس عجيب وإنه ونحن لازم ونحن لازم. قمت بعد الحلقة انتهت قلت لها أنت عارفة يعني أنت الطاقة اللي اديتيني لها والأمل اللي اديتيني له مفكرين كبار وفلاسفة ما نجحوا في إنه يدونا له مؤمنة تماما إنه هم قادرين يعملوا حاجة كيف ما تعرف في بنات شغالات يا محمد في أماكن بعيدة جدا جدا وبيصنعوا في التغيير بشكل مخيف مخيف يعني. وخلينا حي هنا جامعة الأحفاد إنها بتخرج في بنات عندهم القوة وعندهم الإيمان العجيب في إنه السودان ده بيمشي لقدام. فأنا أفتكر إنه بعد 10 سنين
القوه حقت النساء ان شاء الله. كلام اخير للكل، للجميع، للمشاهدين، لناسك، لقرائك، لمحبينك. يا سلام. نعم. يا حليل قرائي. انا بحب جدا والله انه ما نلقى زول يقول لي انا كنت بقرا لك. نعم. لانه انا واقفه قريب الاربع سنين ولا سافر دي ما خلت حاجه. ايوه طبعا. خلونا نحب بعض بس يا جماعه. نعم. الكراهيه دي سهله. صحيح. والمحبه تحتاج لنفس عظيمه. صحيح. فاحنا بالمحبه دي بننجو، يعني مش كلام بتاع التصوف ولا بتاع دروشه ولا كده، لكن بالمحبه دي بننجو، بننجو من كل شيء، من الحروبات دي، من المشاكل، من الحفر اللي بيحصل في التلفزيونات وفي القنوات وكده. ايوه بننجو، ما في زول بياكل رزق زول ولا في زول بيشيل حاجه حقت زول على الاطلاق. يعني الناس دي لو امنت بالقصه دي والله رزقك قاعد، ما في زول بيشيله لو بقى شنو. فآمنوا بيدا وخدتوا في الرحمن ده في قلبكم. يعني الفنون والإعلام ده بقوا واسع، ممكن تعمل إيش تبرطع ما بتضايق زول. شوف يعني النموذج ماهر الخير، شوف النموذج زهرة منصور. نعم. جسور. يا سلام. يعني يا سلام. الأولاد ده اللي بيعملوا في حاجات. صحيح. عجيبة وعظيمة. صحيح. يعني صحيح. وزي ما انت قلت السوشيال ميديا ما خدت لي زول حاجة. صحيح. إن قدم محتوى محترم يعني بالضبط. جيد. أيوة. مش أيوة. مش أيوة. طبعا احنا ده مستقبل الميديا الجاي. صحيح. يعني صحيح. فآمنوا بيدا وآمنوا إن السودان ده حقنا كلنا وبشيلنا. صحيح. كانت ضايرنا بشيلنا والله. والله العظيم والله بشيلنا والله يا محمد. السودان ده واسع. صحيح. بشكل مخيف ذاته. لحد ما قادرين نديره ذاته خالص خالص. بشيلنا زي ما قلت. شاري يا خان الله يسعد بيك. شكرا شكرا الحوار اللطيف يعني. تسلم. توفيق وما حتجيش، وعدين انك ما حتجيش. لا اجيف وين؟ تاني بعد تاني ما في وقوف. اي ونحن قاعدين القناة دي قاعدة وانا قاعد لايك. ابشري ان شاء الله. الله يبشرك بالخير. شكرا. كل الناس الموجودين معنا الان والتحقوا بين الان، احنا وصلنا لموجز اخبار الصباح. ده كان حواري مع استاذ مسعر عبد الكريم كاتب الصحفية ومقدمة البرامج وحاجات كثيرة بنقولها في وقت ان شاء الله. نمشي ونجي راجعين، خليكم قاعدين. كل مكان احنا في خواتيم حلقه اليوم من صباح الشروق، وعندنا من اهم الفقرات في برنامج الصباح دائما هي فقره المهنه او مهنتي. والتكس ما ادراك ما التكس. التكس بالوانه المختلفه، واي مدينه عندها تكس بلون الاحمر الجزيره والمدني، الاصفر الخرطوم، الابيض سنار، وبعض بعض المدن برضو التكس لونه أبيض. تختلف التكاسي، سائق التكس ذاته بدأ ينحسر الفترة الأخيرة وفقا لأوضاع كثيرة جدا الكل يعلمها، لكن يظل هذا التكس صاحب تاريخ عريق في السودان في توصيل الناس بالتحديد من المطار إلى المستشفيات إلى الحوادث لا قدر الله. التكس من رموز وسائل المواصلات في السودان لقدمه في السودان، هو ضارب في التاريخ سنين طوال وسنين عددة. يعني دي فقرتنا عن التكس وسائق التكس، نتابع ونعود. الأشياء ومهما عظمت أو صغرت تبقى لها قيمة وذكرى ومواقف خاصة، تلك التي ترتبط بمعاش الناس وحركتهم، فتكون ذكراها عصية على النسيان، وسيرتها تمشي بين الناس تكبر وتنمو كالقرص الطيب، فالذاكرة الوقادة تبقى المساحة فيها حاضرة وبسعة للذكريات الجميلة. الحاج عبد الله السجان رحلة من الكفاح والجد والاجتهاد، وحكاية امتدت ل35 عاما مع عربة التاكسي، والتي بادلته ود بود ووفاء بوفاء، فطوال سنين هذه لم يبدلها ولم يغيرها، على الرغم من الفارهات من السيارات التي تطوي المسافات كطي السجل ما بين غمضة عين وانتباهتها. الحمد لله بدأت شغل التاكسي في سنة 76. أنا ذاك كان يعني العربات التاكسي في القذارف محدودة وما تزيد عن 30-35 عربية، وكان يعني العربية بتاعت التاكسي بمبلغ 500 جنيه لا تزيد عن ذلك. والاستيكة العربية كان بـ7.5 جنيه، وجالون البنزين بـ25 قرش،
جعلوا لنا الزيت ب 75 قرش، وجعلوا لنا زيت الفرملة ب 15 قرش. والناس هنا في القضارف أوفياء بقدر عطاء الرجل، فهم يحفظون له أنه من الجيل الأول لسائقي التاكسي بالمدينة حينما كانت للتاكسي إمبراطورية. ففي تلك الفترة من القرن الماضي كانت عربة التاكسي من أنجع وسائل النقل الخاصة ومظهر من مظاهر الرفاهية، وكانت في القضارف عنوان لرجال نحتوا عميقا في ذاكرة المدينة وإنسانها لما خلدوه من مواقف وذكريات عطرة. في التاكسي لقيت عمنا عمر علي عمر، كان معنا برضو جارنا في ديمان نور، كان عنده عربية تاكسي بيجو 403، وعندنا مبارك هاشم كان عنده بولغا، وعندنا عمنا الطوم العطا كان عنده زفير برضو، وعندنا رجل اسمه عبدين عبد الله كان عنده عربيتين كونسول 60. فأنا وكجيت كنت سايق مع عبدين ده ذاتي، كنت سايق عربية من عربياته من كونسول 60. ده أول ما بديت الشغل. بعدين عندنا زي ما تقول ولد عبدون الله يرحمه توفى، كان ساكن حي الناظر، واخذ قريبة لنا وخالتنا وكده أحمد علي، دينا الناصر كانوا قدام في التاكسي. بعدين في واحد اسمه عبد الله حسن برضه الله يرحمه توفى، من الناس من درمان. يعني كانوا يعني عدد من الناس القدام موجودين في التاكسي، عبد الجليل حسن حاج علي، دول كلهم كانوا في شغالين. واحد اسمه سمير الله يرحمه توفى، دول كلهم كانوا في يعملوا معنا في التاكسي اهو في السبعينات. وبمثل ما يحكى عن جمال ذلك الزمان عند معاصريه بخيره الباسط ورزقه الدفاق وجمال نفوس اهله وإلفتهم، كانت الحياه بسيطه وغير معقده، فحتى المشاوير بالتاكسي لم تكن تشعر الراكب بمشقه ماديه، فقيمة الأجرة كما يقول محدثنا كانت أغرب ما تكون عربونا للصداقة. يعني تشيل مشوار مشوارين وثلاثة في العربية توزعهم من قلة العربات، ما كان في عربات كثيرة. يعني من المشترك ممكن تشيل ثلاثة أربعة مشاوير سوا، تودي الناس القرابة والناس البعاد تمشي بيهم بعدك توزعهم. يعني تودي مثلا حي الجناين أول حي محمد تودي هناك، بعد ذلك الناس يستنوك في المحطة تنقل. يعني كان القطر جاء الساعة 2 بالليل تنقل للصباح عندها، وبعدين تنقل للساعة 10 الصباح في المشاوير. والبيت قال تلقاه بتكفيه، كان لقيت 10 جنيه، كان لقيت 6 جنيه، كان لقيت 5 جنيه، والمشوار كله 25 قرش 35 قرش، يخذ لك ريال فيه ل 25 زيادة، يخذ لك بالليل يكون ب 5 ريال المشوار مضاعف 50 قرش. والتعريفة كانت 25 قرش، ما كان أكثر من كده. المشاوير داخل السوق 15 قرش، ما في أكثر من كده. وبطبيعة الحال لم تكن المدينة ممتدة كامتدادها الحالي، إلا أنها ورغم ذلك ما زالت تحتفظ بالكثير من معالمها الخالدة على الرغم من محاولات إضفاء عدد من المساحيق التنموية عليها. ومن هذه المعالم تاكسي ود السجان الذي يقف شاهدا على حقبة من العصور والأحداث ليحكي عن رحلة العرب الزوفير التي امتدت من الحصحيصة إلى القضارف. يعني بمشي كم واحد، بمشي مثلا بكشمة هنا جنب الغدنبلية، بمشي الحوري، ثاني آخر ما فيه بالسبعينات قدوم أشرف في سمسم. والمشاريع دي كلها كنت بشرف عليها أنا، وبعمل لي زراعة وماهية. قمت الوقت ذاك يعني قبل ما أشتغل في التاكسي ده، كان من جنب التاكسي هو زي ما وريتك. اشتغلت كم سنة مع عبدين له، بعدين عرفت على إنه التاكسي ده شغلته معي بتليق، لاني انا قاعد في بيتي وقاعد في المدينه قبلي، ما 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 ما, ما بحوجني عشان امشي اشتغل في لوري، امشي اسافر واهمل اولادي وكده. قمت فكرت اخذت عربيه ب 500 جنيه كونسول 60، اشتغلت بها زي 5 سنه ولا 6 سنه، قمت بعتها ب 700. بعد ما بعتها ب 700 قمت مشيت اخذت عربيه يا هي الزفير دي ذاتها بمبلغ 850 جنيه من الحصيحيصة، جبتها من هناك سايقة بكوريال. ايه هنا ده عربية جيدة ما شاء الله، ما فيها حاجة، ولليوم ده هي جيدة حسي ما فيها كلام. وللتجوال متعة مستمدة من حكايات الحاد ود السجان، وهو يتأمل بين أطياف الذاكرة مواقف خلدتها مهنة التاكسي لما لها من بعد اجتماعي وتكافلي، خاصة في مدينة كالقضارف ما زالت تحتفظ بطباع أهل الريف. والله لحد حسي مستمرة، في بعض الناس لحد حسي يعني ما خالوا انهم يركبوا في عربيه من غير عربيتي دي،
هو يقول لك يا فلان عند الساعة كده عليك أنا تعرف تمشي البيت تشيل الأولاد توديهم لأهلهم كده مثلا في صوفي في بايو في ريوينا في هنا وتجيبهم الساعة كده وبعدين تجيهم في الدكان تحاسب ولا يوديهم للدكتور وتعالى أنا مشغول معاك قاعدين تمشي توديهم أنت الدكتور وتجيبهم كايو يعني من أهلك يا هو غير أهلك من الجيران من هنا وتقوم لهم الواجب كله تجيبهم يا هو بعد ما كشفوا بعد ما ناخذ علاجهم بتجيبوا للبيت بعدك بيجيك في البيت برضه ما بقصر بيجيك حقك بزياده كمان. وعلى الرغم من هذه السنوات الطوال فما زالت العرب الزوفير تجوب طرقات المدينه والرجل كما هو بمظهره المألوف وجوهره المصون يقدح في رحلة الحياة الطويلة يطبع الابتسامة على محياه ويفرق التحايا على المارة والجلوس وهو قانع راضي. فالرجل يروي أنه لم يحدد يوما سعرا للمشوار مع أي زبون ولم يتوقف في وصيلة خاصة في حالات الطوارئ. مرة جيت من طردوانة يعني كان الوقت ده في محمد ده كان محلات غزيرة ومحلات هنا كان بيجي يعني رباطين ضربوه ولقيته في الشارع رباطه وديته مدر دم بطر وأزعفته وديناه المستشفى وكان يعني الوقت ده في مقسم المباحث وعيسو وكنان رجل في مباشر في المباحث وقفت في الشارع اللي هيته في جنب الطرمبة وريته حاصل كده كده وقام معاي وزعفني الحمد لله. ومرة برضو جاتني مرة قالت إلا مرة في الرابعة دارت تجيب المستشفى التالت مشينا بدينا المدينة كبس على المرأة وأنا مشيت خطفت داية يسمى ساكنة سعد من حي حي دايما نور الروابع كانت الوقت ذاك الرابعة دي جديدة وجبتها والحمد لله لحقت البيت ولا دفع قبلت البيت وانغضت هذا كله والله مغاني لا شيء. وبعد كل هذه السنوات يظل الحاج عبد الله السجان رمزا لجيل جميل من سائقي التاكسي بمدينة القضارف الذين مضى أكثرهم كما مضت عربات التاكسي من ذلك الزمن الجميل ليظل هو شاهد عصر على مرحلة مهمة من تاريخ المدينة ومن تاريخ مهنة بدأت تفقد الكثير من البريد واللمعان. لكم التحية في كل مكان. ده كان التكس التكس فاتح بيوت يا جماعة. التكس علم ناس ورب أجيال من خلال العمل فيه لسنوات طوال. السودان وجمال السودان أجمل بقعة في بقاع من شرق السودان تحديدا هي منطقة أركويت. وأركويت وما أدراك ما أركويت هذه المنطقة اللي بتتميز بحاجات تختلف من أي مدينة أخرى. أول حاجة بتلاحظها في هذه المدينة إنه الطقس معتدل طول العام. أركويت فيها جبل الست. موقع الأركويت الاستراتيجي يؤهلها بأنها تكون المدينة السياحية إذا ما كانت الأولى تكون الثانية. إذا افترضنا إن جبل مرة هي الأولى برضو الاختلافها. هي دعوة للناس كلهم إنه يشوفوا أركويت ويزوروا أركويت ويقضوا إجازة في أركويت. الدولة عليها أن تهتم بهذه المنطقة بتوفير الخدمات على الأقل. شبكة لكهرباء لمطاعم لفنادق مفترض يتم الاهتمام بهذه المدينة الجميلة الكويت. ونعود نتواصل. هي أركويت الأرض البكر بأمنيات المستقبل الماضي الذي لا تتجاوزه ذاكرة التاريخ حاضر يحفظ لصاحب هذا الضريح عثمان دقنة بسالته في كسر المربع الإنجليزي في معارك التيب والتامعي ومبان نقشت برغبة الحاكم العام الإنجليزي آنذاك وهو يحكم السودان من حيث يأتيه الهواء الطلق.
لا لا اتلو لا واجي بيكاني اروي لا اروي لا لا يا دي ميد بابا نفتي لا اروي لا لا اروي لا لا فدلي ساكن غجارو. ترتفع منطقة أركويت 3000 قدم فوق سطح البحر، وهو ما أعطاها مناخا يتذوق فيه الناس طعم العافية ويتأملون الطبيعة على امتداد الأفق، فبين طيورها وأشجارها ومائها ورملها يحكي الأطفال أحاج الكبار. عرف المجاذيب هنا بنار القرآن المتقدة، يعلمون الناس أمور دينهم ودنياهم، مما جعلهم محل تقدير واحترام، حتى إن مدافن موتاهم تجد من الاهتمام والرعاية ما يجعلها مزارا للناس عرفانا بجميلهم. أركويت معروف عنها تميزها المناخي الذي يمكن من زراعة كافة أشجار الفاكهة كالرمان والتفاح والعنب وكذلك الخضروات بأنواعها، فهي أرض صالحة لبقاء الناس إذا توفرت العزائم والمياه. أركويت مأهولة بأشجار الزقوم الأخضر على الدوام، ومنه تبنى أغلب المساكن، فضلا عن أشجار الأراك التي تستخدم في نظافة الأسنان، وجميعها مقومات للسياحة تجعل الزائرين إلى هذه المنطقة يستمتعون بقضاء أجمل الأوقات، خاصة عندما ترتفع درجات الحرارة والرطوبة في مدن بور سودان وسواكن، تصبح أركويت أفضل الخيارات. إذا زرت أركويت ولم تزر جبل الست فإن زيارتك منقوصة، فالمكان هنا ممتع للغاية، ومع أن أغلب الحيوانات المتوحشة قد هجرته إلا أنه يظل من المعالم البارزة والمهمة بالمنطقة. أمسيات أركويت مسكونة بهدوء الجبال والوديان، وصاخبة برواد البيبوب الرقصة المحببة إلى النفس يحتفل بها الشباب عند قدوم المساء وساعات الفرح، فهم فتية من المروءة والإقدام والكرم بمكان. دي كانت آخر فقرات برنامج صباح الشروق لهذا اليوم، وكل ما تاح لنا الزمن في التواصل معكم. شكرا لحسن المتابعة لكل الناس اللي كانوا حاضرين هذه الحلقة. نلتقي إن شاء الله، وأنا حلتقيكم إن شاء الله يوم الاثنين، لكن صباح الشروق ويوميا. أبقوا عافية وخلوا بالكم من روح. السلام عليكم ورحمة الله. فضحنا ما تخفى في ذا الكل يا روح الكل، في ذا الكل يا روح الكل. صباحا 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 صباح الكل. Thank you.
تديد ترد الروح ينضح جو جميل مطروح ولمسة تديد ترد الروح ينضح جو جميل مطروح دقايق بقى ليك وتروح وكيف يا روح ده فارق الروح روح الكل يا روح الكل سيد الكل يا روح الكل صباحا 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 يا صباح الكل الكل يا روح الكل صباحك صباحك